معنا على الهاتف الدكتور علاء سرحان أستاذ الدراسات البيئية. أهلا بك دكتور، وما هي أهمية التوعية بمخاطر الاستهلاك المفرط للطاقة من خلال طبعا إطفاء الأنوار في ساعة الأرض؟ مساء الخير أستاذ شادي. أهلا بك. الحقيقة حضرتك زي ما تفضلت، هو الحركة دي اللي والتي يعني أساسا حركة طوعية بيقوم بها صندوق الطبيعة اللي هو الـ WWF مع المجتمعات اللي هي الجراس روت أو يعني المجتمع الأهلي المدني في العالم كله، إن في أكثر من 185 دولة ما هي إلا حركة رمزية زي ما حضرتك تفضلت، علشان خاطر يقولوا إن منذ عام 2007 في أستراليا، في سيدني أستراليا، إن بدأت الحركة دي تقول إن إحنا عايزين إن العالم كله ينتبه إلى خطورة الانبعاثات الكربونية والتي تؤدي إلى الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية. فإحنا ناخد بالنا إن الإفراط أو الاستهلاك المفرط في الطاقة الأحفورية وحرق المنتجات البترولية ستؤدي إلى التداعيات للتغيرات المناخية. فهي زي ما حضرتك تفضلت، هي الكهرباء هي طبعا طاقة ثانوية بتولد من إنتاج في الكثير من الدول من إنتاج الوقود الأحفوري. فهو لما بيجي نقول إن إحنا مرة كل سنة بنطفئ الأنوار غير الضرورية، وإحنا هنا لازم نحط طبعا خط كبير تحت غير الضرورية، لأن مش يعني ما ينفعش إن إحنا نعملها على الإطلاق في المستشفيات طبعا أو دور العلم أو إلى آخر، ولكن إحنا بنقول إن دي علشان خاطر مصاحبة للاستهلاك المفرط وغير الضروري. فإحنا هي نوع من تعزيز وتقوية التعوية لدى مواطني هذا الكوكب عشان يقدروا إن إحنا تزداد الناحية المعرفية بتاعتهم ويقدروا يستوعبوا أكثر ما نحن يعني ما سيقول إليه هذا الكوكب ما لم نقم بتغيير سلوكياتنا تجاه الاستهلاك المفرط من الوقود الأحفوري، خاصة لو الكهرباء في دولنا بنسبة الميكس الانرجي ميكس أو توليفة الطاقة فيها ثابت أكثر على الوقود الأحفوري. صحيح. فهي حركة شعبية، وحرص مصر كمان يا دكتور على المشاركة في هذه المبادرة يمكن بيحرص أو بيعكس حرص الدولة بشكل عام على مكافحة التغير المناخي، ويتناغم ويتناسق أيضا مع استضافة مصر لكوب 27. فيعني هذا يعتبر امتداد لكل الجهود المصرية التي تبذل من أجل الحفاظ على البيئة. طبعا يا فندم، هي كلها الحقيقه بتصب في وعاء واحد، الا وهو ان احنا كيف يمكن رفع مدارك والناحيه المعرفيه للمواطن حتى يمكن ان يشارك الدوله في جهودها علشان خاطر تقدر ان هي يعني تصل الى الهدف العام، وهو ان احنا نكون عضو مسؤول في المجتمع الدولي لمواجهه تحديات التغيرات المناخية. وخد بال حضرتك زي ما سيادتك تفضلت، احنا حاجة من الاثنين، يا اما نبقى فاعل يا اما نبقى مفعول به. أيوة. فانا مهم جدا ان احنا مش بس ان احنا نشارك المجتمع الدولي في التخفيف من حدة التأثيرات بتاعة التغيرات المناخية، ولكن ايضا بنزود النواحي المعرفية لدى المواطن حتى يمكن ان كيف يمكن ان الدولة تاخد اجراءات استباقية حمائية لحمايتنا من تداعيات التغيرات المناخية. فهي من ناحيتين يا فندم، الناحية التي ما تقوم به الدولة هي ناحية توعوية. أيوه. حتى يمكن ان نغير من سلوكياتنا، يعني في الاول صحيح. نعمل ناحية توعوية حتى يمكن ان نغير مداركنا ونغير اتجاهاتنا، لان في النهاية هي السلوكيات لا تتغير الا بتغيير السلوكيات، وانا اسف بتغيير الاتجاهات والنواحي المعرفية، عشان نقدر ان احنا فعلا نكون جزء من المنظومه بتاعه الحل. صحيح. جزء صحيح. من المشكله نكون جزء من الحل وليس المشكله. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء سرحان استاذ الدراسات البيئيه.